نبيلة نبيلة. ماما انت كلمتي؟ الحمد لله رب. انا بحبيبتي عدليني احسن ظهري وجعني. حاضر من عيني. ارتاحة كده؟ الحمد لله. معلش يا بنتي صحتك من نومك. ما تقوليش كده يا ماما. روحي نامي يا حبيبتي. انا اصلا ما بنامش. وانا مش عايزه انام. ادينا قاعدين سوا نتسهر. قومي نامي انت عشان لما تصحي الصبح تبقى فايله بعيالك. حاضر هقعد معاكي شويه وبعدين هقوم انام. معلش يا بنتي تعبتك معايا. والنبي ما تقولي كده يا ماما. انت كده بتحسسيني اني غريبه عنك. غريبه؟ ده انت بقيت اغلى من ولادي. ربنا يخليكي لينا يا رب وتقومي لنا بالسلامه. تفتكري نبيل النوم بالسلامه؟ ان شاء الله يا ماما هتقومي بالسلامه وتبقي زي الفل. بس انت بطلي تشيلي الهم وتفكري في كل حاجه. طب منال وحسام والشغل؟ ما تحمليش الهم. اذا كان على منال خلاص عم يوسف عرف مشكلتها وحلها لها وكل حاجه هتبقى زي الفل. اما حسام بقى فده راجل. انا مش عارفه انت حامله همه ليه. هو يقدر كويس قوي ماما يشيل مسؤوليه نفسه. وبعدين زمانه دلوقتي مبسوط وبيتفسح في اوروبا ولا على باله. اما بقى عن الشغل فسيبيها على الله. طبعا ما هم جاهزين من المجاميع اهو. دول يطلعوا على المعرض اوام وعم سيد معاك اهو. ولا حاجه تم مع التسليم كمان ساعتين. حاضر استاذ سعيد. هي عربيه الخشب اللي جايه من دمياط خمسه جنيه على وصول يا ست مريات. خلاص يا عم سيد انت تستلم البضاعه في المعرض وتأيد لي كل حاجه في الدفاتر. وانا هاجي احصلك على المعرض بعد ما اسلم الخشب. من هنا يا ست الكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت تعالى وريني الورق بتاع الخشب اللي جاي ده. من عينيا. لا قول لي يا عم سيد هو الانتريه اللي باربع فوتيهات بيتباع بنفس ثمن الانتريه اللي باتنين فوتيه؟ لا مش دايما يا مدام. ده حسب نوع الخشب. يعني الانتريه بتاع النهارده ده الصغير ده خشبه زان. الانتريه التاني الكبير خشبه مش قد كده. في الحاله دي بقى احنا بنبيع الاثنين بنفس الثمن او بسعر تقريبا زيه. طب والزبون بيفرق ازاي؟ لا يا مدام ما هو الزبون برضه بيفهم. زي ما حضرتك سالت كده برضه الزبون بيسال بيقول ليه الاثنين بنفس الثمن. واللي بيفضل الشكل عن الخشب بيختار الانتريه الكبير. اما اللي بيفضل القوه والمتانه فبيختار الانتريه الصغير باعتبار ان ده ممكن يعيش العمر كله. صح عندك حق. شوف بقى يا عم سيد انا عارفه كويس قوي من ايام رياض الله يرحمه انك انت الايد الامينه هنا في المعرض وفي الشغلانه كلها. وعارفه كمان ان الست سوريه بتثق فيك قوي. الحمد لله ده من كرم ربنا. ده احنا عشره عمر مع بعض يجي 25 سنه. عشان كده بقى انا عايزاك تبقى معايا وتفهمني كل حاجه في اصول الشغلانه عشان اقدر اسد مكانها لغايه ان شاء الله ربنا ما ياخد بايدها وتقوم بالسلام. مساء الخير. كنت فين طول النهار؟ ليه يا حبيبتي مالك في ايه؟ قلقت عليكي يا نبيله. رحت النهارده لماما المستشفى لقيت ده فاطمه بس معاها وانتي مش هناك. جيت على هنا لا لقيتك ولا لقيت الولاد وطول النهار قاعده لوحدي ومش عارفه انتي فين. معلش يا حبيبتي اصلي جيت ما لقيتكيش فاخدت الولاد وديتهم عند ماما عشان ما يقعدوش لوحدهم وبعد كده عديت على المعرض والورشه. معقول؟ وقدرتي تفهمي الشغل؟ اديني بتعلم. هعمل ايه بس يا منال؟ لازم حد يتابع الشغل لغايه ماما ان شاء الله ما تقوم بالسلامه وربنا ياخد بيدها. ما ينفعش نسيب الشغل لوحده كده. المال السايب يعلم السر. طلعتي طيبه وجدعه قوي يا نبيله. حقيقه برياض كان لي حق يحبك الحب ده كله. ربنا يخليك يا حبيبتي. قومي بقى انا كلنا لقمه احسن انا ما اكلتش حاجه من امبارح. ياه طب كويس ان دادا فاطمه عملت لنا اكله قبل ما تنزل. طب يا حبيبتي انا هقوم احضر الاكل بسرعه. ايه ده مين اللي جاي دلوقتي؟ اهلا يا حماده تعالى. ازيك يا بلبله؟ انت فين؟ انا دايخه عليكي من الصبح.
رحت زرت الست سرايا النهارده المغرب ما لقيتكيش هناك، جيت هنا مرتين ما لقيتش حد، وماما قالت لي انك سايبه عندها الاولاد من الظهر. طب تعالى انت هتتكلم على الباب، تعالى تعالى. مساء الخير، ازيك يا منال؟ ازيك يا احمد، مبروك على المكتب. يا انت لسه فاكره؟ تعالى اقعد يا احمد، ايه رايك بقى تتعشى معانا؟ لا ما اقدرش، انت عارفه ماما ما بتاكلش اي حاجه غير لما برجع. يا سلام، طب ما تاكل لقمه معانا وبعدين ابقى اكمل مع طنط. ايوه يا احمد، منال عندها حق، انا هحضر الاكل بسرعه. تفضل. تفضل. هاي يا ستي، اخبارك ايه؟ عايشه. ايه اللهجه اللي كلها ياس دي؟ يا ترى بقى ده بسبب مرض ماما ولا في اسباب تانية؟ اسباب تانية؟ اسباب تانية ازاي يعني؟ صاحبتك مثلا. صاحبتي؟ ايوه، صاحبه مشكله الجواز العرفي والحمل. عرفي ايه وحمل ايه؟ انا مش فاهمه حاجه عن اللي بتقوله ده خالص. المكرونه بتاعت دادا فاطمه بقى يا حماده ايه؟ تجنن ومشطشطه. الله، مالكم؟ في ايه؟ انت مش كنت سالتيني في حاجات بخصوص واحده صاحبه منال اتجوزت عرفي؟ ليه؟ لا ابدا، اصل منال باين عليها ما تعرفش. صاحبتك رانيا اللي اتجوزت عرفي، وانا رحت سالت احمد عشان اعرف حل مشكلتها، النسب والطفل. صح، معاك حق، انت تقصد رانيا. انا فعلا كنت مشغوله قوي بموضوعها الفتره اللي فاتت. لا عندك حق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتاخرت ليه يا نبيله؟ فاطمه نمت على روحها. دادا فاطمه. مالك يا ست الستار؟ الله عليكي، ما تخضيش نبيله. معلش يا دادا، انا اسفه. روحي انتي نامي يلا، معلش انا اتاخرت عليكي. لا خلوني قاعده معاكم هنا، يمكن تعوزوا حاجه. لا انا قاعده مع ماما، روحي انتي عشان تقعدي مع منال. حاضر. ما تامرنيش بشيء يا ست الكل. ربنا يخليك يا فاطمه، ما تحلمش منك. ربنا يخليكي. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام يا دادا، مع السلامه. انت فين يا نبيله؟ انا نفسي بس تريحي روحك، ما تشغليش نفسك بحاجه خالص. طب طمنيني بس، قولي لي كنت فين. يعني انت مصممه؟ حاضر يا ستي، انا مريت على الورشه والمعرض وانا جايه على السريع كده. الورشه والمعرض؟ ايوه يا ست الكل، وبقالي كام يوم بروح ومتابعه الشغل كله، عشان ان شاء الله لما تقومي بالسلامه كده تلاقي الشغل كله مظبوط ومتدون بالمليم في الدفاتر. وعرفت نظام الشغل؟ الحمد لله، في حاجات كتير قوي فاكراها من كلام رياض الله يرحمه، والباقي عم السيد عرفهولي. يعني ما تلاقيش يا ماما على الشغل. مش ده من الحاجات اللي كانت قلقاكي برضو؟ مش عارفه اقول لك يا بنتي، ربنا يبارك لك في صحتك ويعوضك خير عن كل اللي بتعمليه. انا عايزه اعوضي من الله ان اشوفك ماشيه على رجليكي وزي الفل. يا رب. ماما، ممكن استاذنك في حاجه كده؟ قولي يا حبيبتي اللي انت عاوزاه. ممكن ماما تيجي تقعد في شقتي بالولاد؟ عشان بسيبهم عندها لما باجي لك او بروح الشغل، وبيبقوا بعيد عليا في الرايحه والجاي. اعملي يا حبيبتي اللي انت عاوزاه، البيت بيتك يا نبيله. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ما يحرمنيش منك ابدا. كنت عايزه اطمن على حالك ماما صبيه. الحمد لله، مفيش شك انها اتحسنت اكتر من الاول، وشويه بالعلاج هتبقى احسن بكتير. يعني في امل انها تخف خالص؟ ايوه، بس الحاله مش سهله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الحاله دي ما بتخفش ولا ايه؟ والله ما اقدرش اكذب عليكي، ما اقدرش اقول لك انها هتخف تماما، خصوصا ان سنها مش صغير، وكمان انها بتعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ومع الادويه بالعلاج الطبيعي ممكن تكون افضل بكتير. طب يا ترى ممكن تروح البيت امتى؟ هي الحاله دلوقتي شبه مستقره، ممكن تروح بكره لو عايزين، وانا بنصحكم يا ريت تجيبوا لها كورس امتحان عشان تبقى تتحرك في وسطيكم مراعاه لنفسيتها، وكمان ما تحسش بالعزله في اوضه لوحدها. ايوه كده يا ست الحبايب، ارجعي نوري بيتك من تاني. ربنا ما يحرمنا منك ولا من نورك، وربنا يتمم شفاك يا رب. قصدك ان انا ظلمت البيت مش نورته يا فاطمه؟ اوعي تقولي كده يا ماما، ده انت حسك في بيتك بالدنيا كلها. اوجي اليوم اللي بقيت مجرد حس في البيت. ازاي بقى؟ ده مفيش حاجه ممكن تحصل في البيت ولا بره البيت الا برايك وبشرتك وبامرك. فين منال؟ نايمه يا ماما في اوضتها ورايحه في سبع نوم، دي حتى ما حستش ان احنا جينا. وده بقى اللي هيبقى بدل رجليا في البيت. لا يا ماما ابدا، ده مؤقتا بس، لغايه ان شاء الله ما العلاج الطبيعي يجيب نتيجته
وتقومي بألف سلامة وتمشي على رجليكي. مين اللي اشترى ده؟ الست نبيلة. الدكتور امبارح الظهر أول ما قال لها راحت نازلة بالليل مشترياه، وقالت إن أنتي أول ما ترجع البيت لازم يكون موجود. طبعا يا دادا، وحنين لا بركة إلا ماما. أنا حبيبتي هروح أصحي منال، دي هتفرح أوي ما تعرف إنك رجعتي البيت. تعالى يا فاطمة وأصيلة. أو النبي يا ست سرية، دي سادة بره وجوه، دي مسكينة ما بتنامش، من المستشفى للورشة للمعرض للبيت، بصراحة أصيلة ومليون أصيلة. ربنا يعوضها خير يا رب. يا رب ويقومك بالسلامة. أمال الأولاد فين يا فاطمة؟ مع أم أحمد في شقة سريات. تعرفي كل ما بشوف نبيلة بتعمل كده بتعب أكتر. ليه بس؟ ليه كفل الشر؟ ده بدل يا أختي ما تفرحي وتطمني وتحط في بطنك كده بطيخة صيفي، إن ربنا وجد لك حد كده يقف وراكي ويقوم يا حبيبتي باللي أنت مش قادرة تقومي بيه. ما هو ده اللي بيتعبني، وبقعد ألوم نفسي على اللي كنت بعمله فيها. أتب رياضة إنه رعيني كان عنده حق إني أحبها ويدافع عنها. ماما يا حبيبتي وحشتيني قوي يا ماما، وحشتيني قوي قوي. ايوه يا عم، حبيت اقول لحضرتك بس انها جت، احسن بعدين تروح المستشفى ما تلاقيناش تتخض علينا. الحمد لله الدكتور قال ان الحاله هتتحسن مع الوقت. وازاي قبل ما اجت؟ الحمد لله اهم يا عمي قاعدين مع ماما. لا كويسين. حاضر حاضر من عيني. مع السلامه. نبيلة انتي هنا؟ انتي سايبة ماما وقاعدة هنا ليه؟ في ايه يا حبيبتي؟ كنت بكلم عمي يوسف. بابا قال لك حاجة بخصوص ميعاد النهاردة؟ ميعاد؟ ميعاد ايه؟ ما هو باسم اتفق مع بابا اننا نحل المشكلة النهاردة، يا اما نكتب الكتاب يا اما نوثق العقد. كتب كتاب؟ غريبة، عم يوسف ما جابليش سيرة خالص عن موضوع كتب كتاب ده. معقولة؟ ازاي؟ طب انا هتصل بيه. لا بقولك كلمي من اوضتك عشان ماما تحس بعدين. حاضر. وانا هقوم اطمن على الولاد. ها حاضر. هلا هلا. ايه مساء الخير ماما. جت اهي. مساء النور حبايب ماما. روح ماما وحشتوني وحشتوني قوي وحشتوني. رياض ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما. اهلا حبيبتي، ازيك انت؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. انت جايه بدري يعني النهارده؟ اصل ماما الحمد لله رجعت الشقه خلاص. والله بارك وبقت حلوه كده؟ والله ابدا يا ماما، زي ما هي يا دوب بتتكلم وبنسندها بالعافيه عشان تقعد. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يشفيها ويصبرها على اللي هي فيه. ايه رايحه فين؟ رايحه اطمن عليها يا بنتي، من يوم ما دخلت المستشفى ما شفتهاش الا مره واحده. يا سلام يا ست الحبايب، طول عمرك صاحبة واجب. أنا اللي عملت في نفسي كده، أعمل إيه دلوقتي يا ربي؟ أعمل إيه؟ ممكن تهدي بس لو سمحتي عشان نعرف نفكر صح. أرجوكي ماما لو سمعت صوتنا دلوقتي هتقع من طولها عشان خاطري. اهدي بقى. لا حول بس بس لا أعملش نفسي كده. ما تعمليش كده. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ عشان خاطري اهدي. كتر خيركم على كل طول معايا. دادا دادا الله يخليكي، تعالي ارفعي معايا الترابيزه. ترابيزه ايه يا بنتي؟ السفره. سفره ايه يا ست نبيله؟ انا مالك في ايه؟ ولا حاجه دادا، اصلا في فار نزل تحت الترابيزه وانتي عارفه يا ماما انا بخاف من الفران. ايوه يا حبيبتي انتي بتخافي منهم قوي، اجي انا ارفعها معاكي. لا خليكي انتي، انا هاخد دادا. خليكي انتي مرتاحه، انا هروح معاها. يلا تعالي يا دادا تعالي بسرعه. مش
اللي حصل؟ مش عارفه يا عمي، انا دخلت عليها كانت بتكلم حضرتك في التليفون، ولا ما عرفت ان باسل ده سافر فضلت تخبط دماغها في الدولاب وتخبط على بطنها لغايه ما وقعت في الارض. سرايا عرفت طبعا. انا ما خليتهاش تحس، فضلت داخله عليها انا ودادة فاطمه لغايه ما الاسعاف جت ونقلناها على هنا، وقلت لماما ان انا رايحه المعرض. كان لازم تعرف عشان تتاكد ان تربيتها كانت غلط. المهم بس ربنا يقومها بالسلامه ويسترها معاها. ست نبيلة طمنيني، منال عاملة ايه؟ الحمد لله يا دادا، ربنا نجاها. الجنين سقط وهي حرام كانت تعبانة قوي. طب وهي عاملة ايه دلوقتي؟ ما شفناهاش، الصبح ان شاء الله هنشوفها تكون فاقت. ربنا يجيب العواقب سليمة يا رب. رايحة فين؟ تعالي. رايحة اشوف ماما اطمن عليها. لا لا، ده انت لما اتأخرتي سألت عليكي، انا قلت لها ان انت جيتي وان انت مع العيال. طيب يا دادا انا هروح شقتي غير هدومي وهاجي لها وهقول لها اني لسه صاحيه من النوم. طب لو سالتك عن منال هتقولي لها ايه؟ انا ما عرفتش اقول لها حاجه، كل اللي قلته لها ان الوحم جاي لها بالنوم عشان كده نايمه على طول. كويس قوي انك قلت لها كده، لغايه بقى ما نشوف حل الحكايه دي. يا استاذ يوسف، اصل هو لو ما اتصلش بيا انا مش هعرف اتصل بيه. حاضر حاضر، هبلغه اول ما يتصل بيا. الله يخرب بيتك يا باسم، انا كان بس ايه اللي ورطني التوريطه المحببه دي؟ معلش يا حبيبتي استحملي شويه، لسه ممنوع اي حاجه تدخل معدتك. استحمل ايه ولا ايه بقى يا جميلة؟ استحمل الوجع اللي فيا ده، ولا الهبوط اللي حاسه بيه، العطش بالليل؟ حرام احمدي ربنا ما جت على قد كده. اللي حصل لك ده كرم من ربنا. صح يا عمي عندك حق، نحمد ربنا ونشكر فضله ما جت على قد كده. على الاقل انت دلوقتي تقدري تعيشي حياتك لغايه ما تحلي مشكلتك مع الزفت اللي اسمه باسم ده، لان لو ما كانش حصل كده كان الطفل اللي هيجي ده هيسبب لك مشكله كبيره قوي. الحمد لله. المهم تقومي بالسلامة وتفكري في مستقبلك بقى وفي دراستك، إن شاء الله ربنا هيعوضك خير يا حبيبتي. ألحق أنا أروح شغل. بالسلامة بابا، ربنا ما يحرمنيش منك. مساء الفل على ست الحبايب. ايه نبيل سايبيني الوقت ده كله لوحدي ليه؟ يا حبيبتي حقك عليا، انا والله ماما لسه جايه من بره ودادة فاطمه في المطبخ بتعمل الاكل. طب منال فين؟ انا بقالي يومين ما شفتهاش. اصل بصراحه ماما من ساعه ما رجعت البيت وهي نفسيتها تعبانه قوي يا عيني، وبتعيط للنهار، هي حاسه ان هي السبب في اللي جرى لك ده، فانا بصراحه اقترحت عليها تروح تقعد لها يومين كده عند عم يوسف عشان نفسيتها تستريح. مع مراته؟ لا، ما هي مراته مسافره هي وبنتها عند والدتها. طب مش برضو كانت تيجي تسلم عليها قبل ما تمشي؟ معلش يا ماما، انا بصراحه قلت لها بلاش يعني. طب ليه يا نبيله يا بنتي كده؟ اصل كل ما بتدخل عندك بتفضل تعيط، وانت كمان بتقعدي تعيطي وبتتعب لك اعصابك وما انتيش ناقصه. انا ما صدقت انك بقيتي كويسه، فقلت لها تمشي كده على طول، ولما ترجع ان شاء الله تكون نفسيتها استريحت وتقعد معاكي براحتها. طب قولي لي عامله ايه في الحمل؟ ادعي لها يا ماما ربنا يخلصها منه على خير. يا لهوي، ليه يا بنتي؟ دي لو سقطت كانت بعد الشر تروح فيها. بعد الشر عليها يا ماما، انا عايزه بس ربنا يخلصها من اللي هي فيه ده من غير ما تتاذي. ليه؟ هي الواد اللي متجوزها عاوز ينزل عيل ولا ايه؟ بلا واد بلا نيله، ربنا يخلصها منه هو التاني، وتفوق لنفسها بقى مع واحد يعرف قيمتها ويعرف مقامها. نبيله في ايه؟ هو الواد طفش؟ لا لا يا ماما، طفش ده ايه؟ انا بس بقول لك كده بفضفض معاكي، هي ما تعرفش الكلام ده. إذا كان على الواد، الواد مكلبش فيها ومش عايز يسيبها. طبعا، هو كان هيلاقي زيها فين؟ كان هيطلد في رعاها. أديك أنت قلتي أهو، عشان كده بقول لك الكلام ده. بقول لك يا نبيلة، عايزة أتعود على الكرسي أبو عجل. ليه؟ عايزة تقعد على الكرسي عشان تتحرك في الشقة، تشوف اللي بيحصل.
الظاهر كده انها اتضايقت لما عرفت ان منال مش موجوده في البيت وهي ما تعرفش. يا بنتي معذوره، ده كان في البيت ده مفيش حاجه بتمشي الا بعلمها وبشورتها. ايوه يا ديدا، ربنا يكون في عونها. يلا يلا بقى عشان نروح نقعد على الكرسي. حاضر، بس هخلص اللي في ايدي واجي لكم. يا ستي يلا ارجوكي، احسن تزعل مننا بعدين، دي بقت بتاخد كل حاجه بحساسيه قوي يا ديدا. حاضر يا حبيبتي، ربنا يشفيها ويزيح عنها يا رب. شمس وقمر ونجوم ومية وهوى وقلوب تدوب ما تدوب في ليل الهوى. شمس وقمر